السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في قناتي مطبخ شيري. إذا عندك وقت يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. لو البصل بتاع الكشري بيطلع معاكو طري ومش مقرمش، تعالوا بقى النهاردة على أقولكو على شوية تركات تعملوها كده وتخلي معاكو البصل بقى مقرمش وحلو، وفي نفس الوقت لو بات معاكو في التلاجة ما يطلعش طري ويفضل محتفظ بالقرمشة بتاعته. وقبل ما نبدأ الفيديو، لو المحتوى بتاعي بيعجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك والشير، وخلونا سريعا بدون رغي كتير نبدأ الوصفة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول تركية معايا هي البصل، اختيار البصلية ذات نفسها. البصل انا بستخدمه هنا هو البصل الابيض او البني، ونبعد خالص عن البصل الاحمر، ان البصل الاحمر مش هيديك القرمشة المطلوبة وفي نفس الوقت هيطرى معاكي بسرعة جدا. تاني تركية معايا ان احنا عشان نيجي بقى نقطع البصل، تقطعوها بالقطعة بتاعت الشيبسي او زي ما انا بعمل كده بالسكينة، تكون سكينة حامية، بقطعه قطع بالطول كده. وبعد كده ببدأ ان انا اعمل شرايح كده جوليان رفيعة جدا جدا جدا، لان البصل اللي وانا جاية احمره انا عايزاه يبقى مقرمش، فلازم يبقى رفيع جدا معايا بالمنظر ده. حاولوا انكم تخلوا كل السمك بتاع البصل بتاعي، شرايح البصل تبقى كلها بسمك واحد. بوضح لكم تاني هنا طريقة التقطيع علشان ما يغلبكوش في التقطيع بعد كده. هنا خلاص كنت خلصت الكميه كلها اللي معايا لكل بصلايه متوسطه اللي انا كنت مستخدماها. احط بقى ركزوا معايا، اول حاجه بحط معلقتين مليانين هرميين كده من الدقيق، دول اول تركيه. وتاني معلقه معايا بقى الخطيره اللي هتخلي البصل معايا بتاعي قرمش ويفضل محتفظ بالقرمشه بتاعته، وهي النشا. احط برضو معلقتين من النشا، يبقى كده حطيت معلقتين من الدقيق وكمان حطيت معلقتين من النشا. ببدا ان انا بايدي، لازم بايدي مش بالمعلقه او مش بالمشبك، بايدي، عشان ابدا ان انا افكهم كلهم من بعض، وابدا ان انا اقلبهم كويس جدا مع بعض، واغلفهم كويس جدا كل البصل بتاعي يكون متغلف كويس جدا بالدقيق والنشا. في ناس بتحط ملح بقى، بلاش خالص بقى الملح بقى والسكر والحاجات دي، فاشله جدا، جربتها زمان قوي وكانت يعني قمه في الفشل. ما بيتحطش عليه لا ملح ولا سكر يا جماعه، هو اصلا البصل ده بيبقى مسكر، ما تحطوش عليه ملح في الاول علشان ما هينزل كل الميه بتاعته. على فكره هيبقى معاكو مش مقرمش خالص، وللاسف هتفضلوا تزودوا دقيق وهيمرر معاكو، او نشا قصدي، وهيفضل يمرر معاكو، مش هيبقى حلو. في طاسه يكون فيها زيت نضيف 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 نضيف، عشان هنستخدم الزيت بتاع البصل ده في باقي الخلطه في باقي وصفه الكشري. لازم الزيت بتاعنا يبقى نضيف يا جماعه، ويبقى غزير، والزيت يبقى سخن. ونبدا ان احنا ننزل فيه البصل اللي احنا مغلفينه بالدقيق والنشا، مش بنحركه خالص في الاول لحد ما يبدا ان هو يلون معايا بالمنظر ده. ببدا ان انا بقى بالكبشه دي ابدا ان انا اقلبهم كده كويس بالكويس كده، وادي لهم تقليبه، وتكون بقى النار متوسطه. الاول بتكون النار عاليه، بعد كده بخلي النار متوسطه. ليه؟ علشان لو سبت النار عاليه من الاول الزيت بتاعكم هيتحرق، لان الزيت والنشا هيبدا ان هو ينزل تحت. ثانيا البصل معايا انا عايزاه يستوي براحته ويبقى مقرمش من جوه، علشان كده لازم نخلي النار متوسطه. في المرحله دي ديكو في البصل على طول كده، نبدا ان احنا نقلبه يمين وشمال كده بالمنظر ده، علشان ما يلونش من ناحيه ومن الناحيه الثانيه لا. اول ما نيجي نشيله من النار لازم يكون لونه فاتح كده، لانه هيكمل تسويه بره بعد ما نشيله من النار. شايفين كده لازم يبقى باللون الذهبي ده، ما تخليهوش يغمق اكتر من كده في الزيت. هو كده كده لما يطلع بره الزيت هيغمق شويه علشان هيكمل سواه بره. بعد كده نبدا ان احنا ننزل بقى باقي الكميه، وراعوا دايما الكميه اللي انتوا بتحطوها تكون على قد كميه الزيت. بحطه على الاول مناديل مطبخ كده لمده دقيقتين فقط، مش لا اكتر ولا اقل، علشان ينزل لو في اي زيت هو شربه زياده. وبعد كده على اي طبق مسطح او صينيه زي ما انا عملت كده تبداوا انكم تحطوه وتوزعوه علشان السخونيه اللي فيه تطلع. واهم حاجه انكم ما تحطوش الجديد اللي طالع عليه، علشان يبقى طالع ان هو يعني مش اقول لكم يفضل مقرمش وما يطرش معاكم. لازم تفردوه جنب بعض علشان ما يطرش معاكم. سامعين صوت بقى القرمشة؟
زي ما انتوا سمعتوا كده القرمشه بتاعته، والله العظيم بيفضل كده لحد ما باجي اقدمه. ولما باجي بيتبقى منه مش بحطه طبعا على الرز ولا حاجه، بعينه في كيس نايلون عادي من بتاع التلاجة، وبقفله باحكام وبحطه في التلاجة لتاني يوم، مش بسخنه، بيفضل مقرمش معايا وبيبقى حلو جدا. جربوا الطريقه دي وهتعجبكم جدا، للناس اللي بيطلع معاها مش مقرمش. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده ويكون سهل وخفيف عليكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك والشير، واشوفكم الفيديو القادم على خير، والسلام عليكم.